أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حالة غريبة، أول مرة أبدأ الفيديو حقي بالسلام عليكم، بس طبيعي لأني يعني جاي دوبي راجع من تيد توك. تعرفوا تيد توك كذا اللي يجيك المتحدث الإيجابي اللي بيعطيك درس يغير حياتك؟ اليوم كانت أول مرة في حياتي أحضر تيد توك أوفلاين، أول مرة ما أشوفه في يوتيوب، أول مرة أشوفه في الصدق. ماشي. وصراحة يعني جاني إلهام كذا وجاتني يعني كمية مشاعر رهيبة. إن شاء الله يعني في يوم من الأيام أنا راح أقدر إني أسوي التيد توك حقي. أنا أعرف نفسي والحمد لله يعني أعرف إمكانياتي وكذا، بإذن الله راح تشوفوني في يوم أسوي تيد توك. الله أعلم متى، بعد 3 شهور، بعد 6 شهور، بعد سنة، ما أعرف متى، ولكن راح أسويها بيوم. وراح أرجع لهذا المقطع الآن اللي أنا دحين قاعد أصوره، وراح أتذكر هذه اللحظة بالضبط. ليلة رأس السنة يا عبد الله توعدت نفسك إنك راح تسوي تيد توك، وبإذن الله راح أسويها وأذكركم. anyhow جماعة الخير، الانترودكشن هذا ما له دخل بفيديو اليوم. فيديو اليوم عن أكثر شخصية شاطحة في التاريخ. تعرف وعدتكم في المقطع اللي راح إني بسوي فيديو عن الشيخ الكافي الوافي السنافي المحزم المليان غيهب المدات وساس القوم عديل الروح حامي الممالك السبع والوريث الشرعي الأستاذ القدير المتألق والمشع دائما ودوما وأبدا الشيخ سالم الدوسري. ناو اللي ما يعرف سالم الدوسري، سالم الدوسري هو الجناح الأيسر لأفضل نادي يعني في القارة الآسيوية، ألا هو نادي الهلال. طبعا لازم أقول الكلام هذا رغم أني نصراوي، بس معليش يا جماعة خلوا حقين الهلال يعطوني لايكات. ماشي. الهلال يعني من أفضل الأندية في هذا العالم، وكمان سالم الدوسري من أفضل اللاعبين يعني في الكرة السعودية وهكذا، ولكن يعني داخل الملعب سالم الدوسري ما شاء الله عليه خرافي رائع، إنسان رهيب، يعني لاعب كرة قدم عظيم، ولكن خارج الملعب يعني هنا في شوية ملاحظات. يا والله مو شوية، والله كثير. سالم الدوسري معروف ان هو يجيب شطحات مره كثير ويجيب العيد، وصارت فيه موجه مؤخرا صاروا يستعملوه في الميمز. فانا اليوم جيت هنا عشان اتابع ميمز سالم الدوسري ونضحك مع بعض، مش نضحك يعني على لا، نضحك معاه. ماشي. فشكرا لسالم الدوسري، وهذا نداء طبعا للشيخ القدير الكافي الوافي سالم الدوسري. اذا وصلك هذا المقطع، وانا عارف انه راح يوصلك، وانت اكيد انك راح تسمع كلامي هذا دحين، انا ادعوك انك تسوي مقطع معايا. انا عندي سلسله في يوتيوب اسمها سخافات بس تضحك، ممكن انا وانت نصور مقطع مع بعض. لو حابة كلمني انستغرام، ماشي، ولا تويتر، تويتر حقي موثق، كلمني تويتر. اني هاو جماعة الخير، خلونا نشوف ميم سالم الدوسري. بس قبل ما ندخل ونتابع المقطع ونشوف الميمز اللي عندنا، تعرفوا احنا ايش مفروض دائما نسوي؟ نضغط على زر اللايك، نشترك في القناة اذا ما كنا مشتركين، ندخل جيش محاربي الطفش اللي باقي ما سويت اللوحة حقته بس حسويها قريب. وتعرفوا دائما احنا ايش مفروض نسوي؟ 1 2 3 Let's go. طيب هنا عندنا ميم مدري مقطع لسالم الدوسري وهو معاه لامبرجيني. انت تشوف هذه السياره على بالك ان هذيك السياره الصينيه، بس لا، هذه لامبرجيني صدقوني. سالم الدوسري ما حيشتري السياره الصينيه هذه. هلا كابتن سالم، وش الصدفه الحلوه اللي جمعت مع تدريس؟ ان شاء الله ابد. والله مركب شريحه الكترونيه ما شاء الله، نظام واعي. يا شيخ سالم، يعني ماني فاهم يعني ليش لازم تعلمنا انه معك شريحة الكترونية ونظام وعي؟ يعني ايش هي الشريحة الالكترونية هذه اللي ايش هي الشريحة الالكترونية؟ انا ابغى اعرف ايش هي الشريحة الالكترونية اللي فيها نظام وعي. يعني تقدر تتكلم في مليون موضوع، الاجواء حلوة، والله السيارة اللامبرجيني حقتي لونها اصفر، في مليون شريحة الكترونية. هنا عندنا سالفة لسالم الدوسري، خلونا نسمع. قاعد اتكلم فجأة التفت، طيب واللي في يدي قاعد الجوال هذا الكبير هذا اللي هنا، طيب وش يسوي؟ يا ناس في شيء اسمه خصوصية شوي. اخلص مكالمتي بعدين تعال يا اخي. من جد يا اخي. معليش معليش يا جماعة الخير، معليش معليش يا جماعة الخير، الولد هنا بيقول نصيحة مرة يعني مفيدة. رجال قاعد يتكلم بالجوال، جواله الايفون 13 الكبير 512 جيجا. طبعا سالم الدوسري ياخذ 512 جيجا، ما ياخذ 256. انا وانتم ناخذ 256 بس هو لا، هو ياخذ 512. وقاعد يتكلم في الروز حقته، طبعا انت شايفين النجوم اللي في سقف الرولز رويس حقته. الرجال قاعد يتكلم، تروح تدق عليه باب الرولز رويس حقته وتقول له خصوصية يا اخي. خلي الرجال قاعد يتكلم بالجوال الايفون 13 حقه. من جد من جد يا اخي، حتى انا لما تشوفوني يا جماعه الخير من جد تشوفوني كلام جوال، لا لا احد كلمني معلش، في شيء اسمه خصوصيه الله يخليكم. بس مساله انه لعبي يعني لعبي هجومي ودفاعي برضه في نفس الوقت، ولاعب وسط، انا العب بالرجلين يمين ويسار،
والعب في نص واركب فلو واجيب دبلات ومقصفات واجيب يعني لو يطلبون على قصتك 10 مليون توافق؟ الفات حمص قال لي ذوس ما تجي قال 10 مليون توافق بالراحه واجيب هدف يا شو. لا معلش هذا المقطع ما بعلق عليه. انسان عنده مهارات متعدده يلعب باليمين واليسار يلعب هجوم ودفاع طبعا هو جناح بس يلعب وسط عليكم معلش معلش. هذا واحد من اشهر المقاطع لسالم الدوسري وعلى حد علمي ان المقطع هذا اول ما طلع السناب شات وقتها كان ما في توثيق كان في بس سناب شات ماشي. ايوه يعني سالم الدوسري يعني شوف انا ما عليا في الرقصه ما عليا في المقطع ما عليا فرجه مولع خيو تبغاني اقول لك مولع خيو انا ماني قايل والله مولع طول عمرك مولع يا اخي انت ارهب واحد في العالم انا اللي عليا في شيء واحد مين قاعد تكلم انا بعرف مين مين هذا الشخص اللي مخليك تحط السماعة هنا السماعة بهذا الشكل والميكروفون هنا بعدين تلف السماعة من وراء أذنك يعني انتم تعرفوا هذه الوضعية نستعملها في ايش وضعية السماعات بهذا الشكل معروف لما ما أبغى صوتي يطلع وليش ما أبغى صوتي يطلع فين سالم الدوسري يعني انا عندي هذا السؤال مين قاعد تكلم انا بعرف بس انا بعرف. طيب فين قاعد تكلمه في سناب شات اول ما طلع سناب شات ولا في كيك ها كيك مسنجر ولا البي بي ام اوكي انتوا ما تعرفوا ان البي بي ام زمان كان فيه مكالمات صح ما تعرفوا ما لحقتوا على البي بي ام الله يصلحكم. شاهد سالم الدوسري يرقص على مسيطره طبعا اغنيه مسيطره يا جماعه الخير هي الاغنيه لحالها شاطحه فلما تجتمع اغنيه مسيطره مع سالم الدوسري ما تعرف ايش ممكن يطلع خلينا نشوف. لا مو كذا سالم الدوسري ترقص على مسيطرة هذه لما تسمع دوسري تروح ترقص زي كذا بس مو كذا ترقص لما ترقص على مسيطرة لازم تسوي زي كذا ماشي يعني ارقص صح الله يصلحك الله يهديك ويصلحك بس ما عليه اهم شيء انك يعني رقصت وهذا الحاله يعني يكفي يعني تواضع كبير منك يعني انك انت نجم ساطع وكذا وترقص اتس اوكي يا جماعه الخير طبعا انكم ترقصوا انا عندي اعتراض وعندي تحفظ كبير على الناس اللي ما تحب انها ترقص انا ايش في صرت سالم الدوسري الحين افتح سواليف لا بس من جد يعني اتس اوكي تو لوز ات سام تايمز اتس اوكي انك انت والله ترقص شويتين ايش المشكله يعني هذا نداء لكل الناس اللي ما تحب ترقص ايش المشكله في انك ترقص علمني انا بعرف عادي يا عمي ارقص انت تعيش مره واحده اساسا ماشي ارقص يا اخي انبسط في ناس عندهم هذا الشيء عندهم هرجه اللي لا انا ما اعرف ارقص مين قال لك ان الناس اللي تعرف ترقص تعرف ترقص ما حد فيهم يعرف يرقص اصلا بس كذا انت بس سوي اي شيء ماشي يعني الرقص اسهل شيء ممكن تسوي ايش تبغى ترقص تبغى ترقص خليجي بسيط يدك يمين هذا يسار يمين بعدين يسار هذا خليجي ايش تبغى ترقص مصري الرقص المصري اسهل حاجه بس سوي زي كذا ماشي ايش تبغى ترقص تبغى تسوي المونواك حقت محمد عبده بسيطه ها بالرقص يا جماعه الخير مره سهل ماشي هذا طبعا شات اوت لكل الناس اللي شافوني في ميدل بيست ايوه سالم ايوه عشاء ايوه رقصوا ايوه ايوه شايف هو سالم الدوسري بجلالة قدره وعظمة شأنه زي كذا هو قاعد يرقص ايش المشكلة يا جماعة الخير هنا يقول لك جالس في كرتون نون تجي طالع مرة اصفر بس والله صراحة سالم الدوسري مرتب النظارة حقتك حبيت النظارة البربري هذه مرة رهيبة مساكم الله بالخير مساك الله بالنور اليوم جايني ضيف مين الطيف؟ الله نتحييه يا هلا ومرحبا يا هلا تعال نشوف شو انا بقول لكم شيء يعني حتى القطو اللي داخل عليه في البيت نظيف سالم الدوسري يا اخي حبك يا اخي الله يبارك شوفوني يظل الفطره ولا الله يخلص اللي حط المقطع هذا واضح انه هلالي ايش قصدك تستفزني يعني ولا ايش نسوي لي زي كذا عشان النصراوي يطقطق علي طبعا هنا عندنا يعني مجموعه لحظات مختلفه في حياه سالم الدوسري هنا عندنا هذه الصوره الجميله انا صراحه يعني معلش هذه الصوره حلوه انا عندي كمان صوره زيها معلش شوف والله سالم الدوسري انا وانت ينفع نكون اصحاب وي هاف ا لات ان كومن صراحه وهنا كمان معاه هسكي ماشي برضه تحب الهسكي سالم الدوسري حتى انا احب الهسكي ان شاء الله يعني واحده من الاشياء اللي بسويها في السنه الجايه 2022 بشتري هسكي وهنا صوره ايام انستغرام القديمه يعني متالق من يومك ستايلست سالم هنا طبعا سالم الدوسري كان احتفل بالكريسماس شوفوا الكبوع حقه ماشي امحق ليل صدق
اقول هجمي انت لي everything will be fine يعني في بدايتك ضمني وقل لي كل شيء اوكي because you in my heart number 1 not number 9 راضني وانا برضى. يا عمي شو نقطع وخرت الله الله علي قد أنه نقطع تعبان بس الله يضحك ولا خلوا نتابع مرة ثانية. امحق ليل صدق أقول هجمي أنت لني everything will be fine يعني في بدايتك ضمني وقل لي كل شيء اوكي because you in my heart number 1 not number 9 راضني وأنا برضى. يقول لك لما سالم كان بيموت. ها ولد ولد أنا مو أنت يعني في كلاس الرياضيات تسألني الأستاذة فهمتي؟ هذا المقطع طبعا معروف. بينما في حالة الضرب القسم ما في عندي توحيد الأسس، الأسس في حالة الضرب تجمع وفي حالة القسم تطرح. يعني على سبيل المثال عندي هون في حالة الضرب يا تسليك روعة. هذا المقطع الأصلي حلو. واللي بعده اللي هو أيوه اللي كان ريباي الرباي ايوه. بعدها اللي هو التندر لوين بعدين ستريب لوين. ايوه الستريب لوين هو هذا. سالم قاعد يقول ايوه هو هذا الستريب تندر لوين ستريب لوين رب اي ايش باقي كمان. ايوه صح هو هذا. بعدين انا حيوان اللي نسوي المقطع كاتب وضعي انا قاعد اسلك استاذ الانجليزي واصلا ما فهمت الا سبيد. حتى سبيد فهمها غلط. ستريب لوين اسمها كمان يعني اللي مسوي يعني شو اسمه هذا اعرفه هذا اللي يطبخ هذا كنت اتابعه في سناب شات ناسي اسمه رهيب انا احبه ترى مره احبه والله العظيم حتى طبخه فنان بس انا قاعد تقول الستريب لوين والتندر لوين على اساس انه يعني لما تقولها بهذا الشكل على اساس انه التركيز ايوه انت التندر لوين اللي عجبك. سالم ايوه تندر لوين ستريب لوين. توقعت اني يعجبك التوماهوك صراحه. حلو واللي بعده اللي هو التندر لوين كان ريباي الريباي. بعده اللي هو التندر لوين بعدين ستريب لوين الستريب لوين. سنة دوستري مضغوط ايوه يا اخي خلاص يا اخي يا الله هذا متى يخلص يصور. انا اقول لك شيء اللي قاعد تصور ناس اسمك والله العظيم اني احبك والله بس انا اقول لك يعني وضعية سالم كيف اهم شيء الاكل طعم خلاص هو هذا المعيار مو مهم ستريب لوين ولا تندر لوين ولا ريب اي ولا توماهوك مو مهم اهم شيء طعم خلاص يكفي. انا مقطع لسالم قاعد يرقص في البار. سالم ايش قاعد تسمع؟ قاعد تسمع من السيطرة. كاي خلاص خلاص ما ابغى اتابع ابغى اكمل اتابع ابغى اقفل المقطع هذا هنا لسبب يا جماعه الخير لانه يعني هذا الشيء اللي لازم اقوله لكم صراحه اكشلي هي حاجتين مو شيء واحد حاجه رقم واحد المقطع هذا ما نقصد فيه باي حال من الاحوال اي نوع من انواع التنمر او الاساءه او الاعتداء على سالم دوسري انت حبيبنا والله العظيم انا احبك انا ما اعرفك بشكل شخصي اتمنى اني اعرفك يعني طبعا بس احنا ما نقصد اساءه ابدا احنا فقط جمعنا هنا وسوينا هذا المقطع كله فقط عشان نضحك اوكي اتفقنا على هذا الشيء ضحك بدون نوع من نوع الإساءة ماشي رقم 2 يمكن الأشياء اللي سويها سالم الدوسري تعتبر شوية شطحات شوية خروج عن المألوف شوية إحنا نبغى يعني نحب نتونس بسببها نحب نضحك بس يمكن أحسن قيمة لاحظتها في هذا الإنسان على مر المقاطع اللي شفتها له إنه دائما هو زي ما هو هو دائما على طبيعته بعفويته وبالشكل اللي هو فيه ماشي وأتوقع هذه أو هذا الشيء هو أحسن سلوك ممكن الواحد يتبعه في هذا العالم إنك تعيش حياتك بظروفك وبقوانينك وبقواعدك لأن هي لعبتك بالأخير فأنت اللي لازم تكون فيها اللاعب أهو الناس بتطقطق وبتسخر وبتنشر المقاطع هذه وسالم ما زال مبسوط بيسوي نفس الحركات الولد عايش حياته بمزاجه فهذا الشيء اللي اتوقع هذا الدرس اللي المفروض نتعلمه من سالم الدوسري تبغى تسوي شيء ولا تبغى تعيش حياه معينه عيشها بالطريقه اللي انت تبغاها لو ايش ما كان ما عليك في كلام الناس ما عليك في ايش يقولوا مدري ايه انا استحي من الناس انا خاف انا مدري ايه يا كثر الاحلام اللي ماتت وانقتلت بسبب كلام زي كذا او بسبب افكار وهواجس بهذا الشكل يا ايش بيقولوا عني الناس طيب المجتمع ايش يقول طيب مدري ايه
شوت زي كذا تدخل في اللي تكلمنا عليها من اول يعني في المقطع اللي راح اللي هي ذا فيدباك لوب فروم هيل. تحيط نفسك بهذه الفكره، لا يا عمي في بالك شيء خلاص تسوي، تبغى تعيش حياتك تجنن عيش سوي اللي انت تبغاه لو ايش ما كان، ما حد يحق له، ما حد في هذا العالم يملك رفاهيه ان هو يحكم عليك حسك انك انت انسان اقل او انك انت انسان سيء او غلط او خارج عن المألوف فقط لانك والله ما انت جاي على مزاجه ولا والله انت ما انت عاجبه. ماشي، فكره انه في ناس بتعتقد ان هي صح غيرها غلط، اتوقع هذه فكره ما لها اساس من الصحه اساسا. واجب علينا احنا كلنا كبشر ومجتمعات نتقبل الاختلاف اللي بيننا، نتقبل انه في ناس مختلفين متغيرين عايشين حياتهم بظروفهم يعني وقواعدهم وبطريقتهم كمان. العالم فيه له 8 مليار بني ادم، لو رحت من مدينه لمدينه بتحصل اختلاف كبير في الثقافه، ما فما بالك لو سافرت العالم هذا كله. ماشي، وهذا يمكن يكون راي شاطح، ولكن انا اكره فكره الالتزام الاخلاقي، وايل انها تعزز فكره انه احنا احسن منكم، احنا الناس اللي عندنا اخلاق فبالتالي احنا احسن منكم. ماشي، واي احد يعارض ما يختلف معانا فهو عدونا وهو انسان سيء وخارج عن المألوف وشرير. انا اتوقع يمكن هذا الراي يكون مره شاطح، ولكن اتوقع راح يكون العالم مكان افضل لو كان الالتزام بالاخلاق اقل. ماشي، ما تعرف انك انت بشر وانك انت عادي انك انت تكون مختلف، وعادي انك انت ما انت تكون يعني ما حد يعجبك، مو ضروري اصلا انك انت تنال اعجاب احد، لا يا حبيبي يهمك بس الناس اللي انت تحبهم وخلاص، هذا الشيء كفايه. ماشي، فيا عيش حياتك بالطريقه اللي انت تبغاها يا عزيزي، وانبسط وعيش حياه انت راضي عنها. قاعد ابغى اسوي البودكاست حقي واتكلم عن هذا الموضوع. Anyhow يا جماعة الخير، هذه كانت نهاية مقطع اليوم، أتمنى من كل قلبي إنه يعني يكون عجبكم، إن شاء الله إنكم يعني ضحكتوا معانا وانبسطتوا. حطوا لايك في حال عجبكم، اشتركوا في القناة كمان إذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا جيش محاربي الطفش. ناو بالنسبة للفيديو الجاي، فالفيديو الجاي راح يكون تصاميمكم على المنهج، وصلتني كمية تصاميم مرة كبيرة فحبيت إني أستعرضها وزي كذا، وبنفس الوقت خلني أستفيد من خبرتي الأكاديمية شويتين. أنا أدرس دعاية وإعلان ومواد التصميم جزء من المواد اللي أنا أدرسها في الجامعة، فراح أسوي لها نقد أكاديمي أو نقد فني يمكن في المقطع الجاي. فإذا كنت ما أرسلت تصميمك فأرسله على الإيميل، الإيميل يطلع هنا. ماشي، المصممين تعالوا راح نطبع إن شاء الله التصميم، وإذا أصدرت الكتاب هذا في يوم راح أعتمد نفس التصميم اللي وصل لي من مصممين يعني اللي أرسله. فالله يعطيكم العافية، شكرا لكم، وأشوفكم بإذن الله في الفيديو الجاي ألا وهو فيديو تصاميم المنهج. السلام عليكم.